بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله. بداية أغتنم هذه الفرصة لأهنئ وأبارك أعضاء مجلسنا الجدد معينين ومنتخبين على الثقة التي حظوا بها لعضوية مجلس الأمة، تتمينًا لما تفضل به الزملاء من ترشيح الأخ والأب والمجاهد صالح بوجيل لتولي رئاسة مجلس الأمة للفترة القادمة. فإني باسمي وباسم زملائي من عائلة جبهة المستقبل بمجلس الأمة نزكي وندعم هذا الاقتراح ليكون المجاهد صالح بوجيل رئيساً للمجلس. هدفنا من هذا الاستمرارية والاستقرار هيئتنا أولاً، والجزائر ثانياً، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم. شكراً. نعم، هناك من يطلب الكلمة، تفضل. قدم نفسك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد سهلي محمد أمين، عضو مجلس الأمة عن ولاية الجزائر العاصمة، حيث صوت الشعب. أولا نزكي ونبارك للجد والأب المجاهد عمي صالح بوجيل عن قناعة. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهداء الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا. إذن بناء على ذلك أعلن ترشيح المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي المجاهد صالح بوجيل لمنصب رئيس مجلس الأمة. شكرا. وتزكية المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والمجموعة البرلمانية لحزب تجمع الوطني الديمقراطي. هذا الترشيح وكذا الأحرار وجبهة المستقبل وحركة البناء وحركة البناء. شكرا. نعم، أعتبر هذا التصفيق الحار بمثابة انتخاب وتزكية المجاهد والأخ الأكبر أخينا صالح بوجيل رئيس لمجلس الأمة بعنوان الفترة التشريعية 2022-2024. وبهذه المناسبة أتقدم إلى أخي المجاهد صالح بوجيل بالتهنئة على هذه الثقة في شخصه من قبل الزميلات والزملاء من خلال هذا الانتخاب والتزكية، وأتمنى له كامل التوفيق والسداد في تأدية مهامه. كما أتوجه بجزيل الشكر إلى كل الزميلات والزملاء على تسهيل مهمتي وزميلي عضوي المكتب المؤقت في تسيير أشغال جلسة افتتاح الفترة التشريعية 9 وإثبات عضوية الأعضاء الجدد بمجلسنا وانتخاب السيد رئيس مجلس الأمة. لم يبق لي سوى تجديد الشكر والتهنئة للجميع، وأدعو الأخ المجاهد صالح بوجيل
رئيس مجلس الأمة المنتخب إلى الالتحاق بالمنصة لاستلام مهامه. تفضل سيد الرئيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين، حقيقة هذا الثقة في شخص كرئيس مجلس الأمة راح تزيد في زعم في المسؤولية اللي راح نقوم بها معا. هذه مسؤولية تاريخية وهامة ومصيرية. أولا أشكر أعضاء المكتب ورئيس المكتب اللي يشرف على هذا الاحتفال، المهام اللي قاموا بها في المستوى اللجنة لإثبات العضوية، كما نهني كل الإخوة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين والمعينين في المهام تاعهم الجديدة، كما أيضا نحيي كل الإخوة والأخوات اللي انتهت المهمة تاعها وعملنا مع بعضنا في ظروف دقيقة جدا وقاموا بالمهام تاعها. نحييهم باسمكم جميعا. حقيقة هذا الثقة الغالية والهامة لما تدعم أيضا بالثقة التامة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذه تعطينا قوة، لأن المهام اللي راهي تنتظر فينا مهام هامة، لأن المستقبل نتاع الجزائر، والمستقبل نتاع الجزائر في المراحل القادمة، لأن لما الجزائر وقفت على رجليها وعشنا ما عشنا وعانينا معنا، ولكن رغم كل الصعوبات المرجعية الوحيدة تاعنا هو تاريخنا، هو نضالنا، أن الجزائر بس تبقى دائما مرفوعة الرأس والكلمة تاعها مسموعة في كل المحافل الدولية. من بعد انتخاب رئيس الجمهورية
وانتخاب الدستور الجديد اللي لازم نتعمق فيه أكثر فأكثر باش نفهم ما هي الجزائر الجديدة، ما هو المستقبل الجزائر، ما هو العمل السياسي في الجزائر، ما هي الممارسة الديمقراطية الحقيقية في الجزائر. كما كنا مثاليين في الكفاح المسلح، لما كنا مثاليين في كفاح التحرير، سنكون أيضا مثاليين في بناء الديمقراطية، والديمقراطية الحقيقية، ومن خلال هذه الديمقراطية والممارسة الديمقراطية في كل مستويات محليا أو وطنيا عبر الرغبات نتاع الشعب الحقيقية ممثلين في المستوى المحلي وفي المستوى الوطني، وإعطاء المفهوم الحقيقي للدولة، لأن الدولة هي نتاع الجميع. الدولة هي نتاع الجميع، ولازم نحترم الدولة والمؤسسات نتاعها، لأن وتكون عندنا أيضا في نفس الوقت ثقافة الدولة، لا في المستوى المسؤول ولا في المستوى المنتخب ولا في المستوى المواطن، تكون عندنا ثقافة تاع الدولة، ونفرز ما بين الدولة وما بين الحكم. الحكم يتغير من محطة إلى محطة حسب الرغبات تاع الشعب، أما الدولة تبقى تاع الجميع. هذا الشيء اللي رانا بدينا هذه تقريب سنتين ونصف في هذا الطريق الصحيح، والحمد لله تجاوزنا مراحل هامة، والجزائر بصفة خاصة لما نشهد من خلال زيارة الرئيس الجمهورية أخيرا في المشرق عند الإخوة القطريين وعند الإخوة الكويتيين، والاستقبال بتاع الجزائر والكلمات والمواقف بتاع رئيس الجمهورية تزيدنا فخرا والتزاما باللي الجزائر رفعت راسها. احنا في هذه المرحلة هذه لنا مهام كبيرة في المجلس الوطني طبقا للدستور الجديد. المجلس له مهام، المهام الأولى هي المجموعات المحلية من صلاحيات المجلس الوطني. القانون اللي راح يجينا يجي للمجلس الوطني. نعم، إذن